قري. تحية لكم جميعا، مرحبا مجددا. نتواجد اليوم بمشتل احد الاصدقاء، بمشتل اسمه جرين داك، هي احد الاصدقاء في مناصره باقليم قنيطره. المناصره اللي معروفه انها هي اللي تتزود تقريبا السوق الوطنيه بالمشاتل والاشجار المثمره وباقي النباتات، لانها تتوفر على عشرات او ان لم اقل مئات من المشاتل. غادي نتكلموا في هذه الحلقه على شجره الخروب، او ما يسمى في المغرب باللغه المحليه بالصلغوه. هذه الصلغوه او شجره الخروب، التاريخ ديالها بدات في البدايه في فلسطين وسوريا وفق المصادر العلميه اللي بحثنا فيها، والان كتواجد في المغرب بكثره وتصدر كذلك لدول الجنوب في افريقيا. هذه الشجره هي من فصيله البقوليات، تعمر ما بين 200 سنه الى 300 سنه، بمعنى انها شجره معمره وتتميز بالميزات الاساسيه ديال الاستعمالات ديالها، استعمالات طبيه وصنع مواد تجميل وفوائد اخرى. اليوم غادي نشوفوا الان كيف ما تشوفوا هذا المشتل، هذه الشجرات، هذه الاشجار او شتلات غير مطعمه. والان غنشوفوا طريقه ديال التطعيم، للاشاره فقط ان تنقوم بالقص ديال هذه الشتيله، وكنجيبوا لقمه من اشجار اللي هي ديجا مثمره تعطي الغله، نقوم بقص بعض الاطراف اغصان، وسنرى الان كيف تتم عمليه التطعيم مع المعلمين. إذن هذه الطريقة ديال التطعيم. الآن هاد الشتيلات هي مطعمة، الآن غنمشيو نشوفوا الطريقة ديال التطعيم. نشوفوا الطريقه اولا من البدايه ديالها. تبارك الله عليك اخ محمد. مرحبا. الاخ محمد معلم معروف في الاقليم ديال المنطقه ديال المناصره، تقريبا دازوا مجموعه ديال الشباب تعلموا على يده. الان شوفوا الطريقه كيفاش كنديروا. تقدر تكلم لنا شويه اخويا محمد على كيفاش كتلقم؟ مرحبا اخويا. اذا اول خطوه تديرها في التلقيم شنو هي ديال السلغوه؟ وهذه أول خطوة، يعني كان هذا هو الموسم بالنسبة لشجرة الخروب، هذا هو الموسم الحالي ديال تطعيم شجرة الخروب أو بما يعني في القام. طريقة العمل يعني سهلة وسهلة جدا. أولا أنتم كما تلاحظون هذه طريقة العمل، يعني هذه التلقيمة تتسمى الفي على ما أظن. الفي، الفي طريقة تقليدية. طريقة تقليدية اللي في كتصدق، شحال النسبة ديال النجاح ديالها؟ ما بين 95 حتى 100%، بمعنى تتصدق 100%، يعني راه هذه الطريقة. دونك هذه تنفتحوا هذا الفرع من الوسط على شكل في، وكنديروا الأنثى، كنديروا على شكل ذكر وأنثى، وندخلوه من بعد المرحلة الثانية. أعطينا المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي بلاستيك جو بونس. إذا هاد هاد الميكا هادي كتباع خاصة ياك؟ خاصة بتطعيم الأشجار. خاصة بتطعيم الأشجار. إذن علاش كدير لها بهذيك الطريقة بزاف، تتزيرها من الفوق؟ باش ما يدخلش عندها شوية البرد، ما تقيسهاش لاميديتي، ما يكونش شوية في حالة ما إلا كانت لاميديتي كثيرة ما تدخلش لينا، باش ما يكونش عندنا تعفن في الشجرة. تبارك الله. يعني كتساعدك في حماية التطعيم وصافي. في هذه الفترة سي محمد ضروري خاص لاصير البيت المغطى، يعني ضروري ضروري ضروري. إذا ضروري من البيت المغطى لحماية الشتلة. شحال تستغرق ديال الوقت باش أنها تطلق النباتات؟ حوالي شهر أو شهرين. من شهر، ما بين شهر شهر وشهرين تطلق نباتات جداد. طبعا والعناية ياك؟ لابد لابد من العناية.
اذا متابعات ومتابعي قناه فلاح الصغير، كيف ما تشوفوا هذا المعلم اللي معروف، وطريقه تعرفتوا عليها سواء الناس اللي مهتمين بالمجال او لا عندهم رغبه يعرفوا هذا الفيديو، درناه من هذا الباب، باب المعرفه والمعلومه، وكذلك الناس اللي مهتمين وعندهم تيشتغلوا في المجال وبغاو الخدمه ديال الصديق محمد اللقام اللي معروف بروفيسيونيل يعني محترف، مرحبا، تقدروا تتواصلوا معنا. الناس اللي عندهم لي بيبينير ومشاتل وكذا، جميع الاشجار المثمره كيقوموا هاد الشباب بالتلقيم ديالها او التطعيم، وهاد المناصره الجماعه هذه معروفه بهاد الامور هذه. اذا سي محمد، شنو ممكن تقول لنا في هذا المجال، يعني شنو تتقن؟ على ما قلتي لي انك تتلقم جميع الاشجار، جميع انواع الاشجار المثمره، بالنسبه ل جميع أشجار الحواميض، الأفوكا، بالنسبة للمونغ، بالنسبة يعني جميع أنواع الأشجار بمختلف أنواعها. نعم، شكرا. شكرا. إذا كنشكركم على المتابعة وعلى دعم القناة، والتواصل كاين رقم على مستوى الواتساب أو الهاتف أو عبر التعليقات أسفل الفيديو على اليوتيوب. أشكركم على المتابعة وتحياتي.